مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر العاجل من مدينة فايز ملول. كما تشاهدون معنا حريق مهول يشب في هذه اللحظات بمعمل خاص بالحي الصناعي لأسباب لا زالت غير معروفة في انتظار التحقيقات التي تباشرها طبيعة الحال عناصر الضابط القضائية تحت إشراف النيابة العامة من أجل معرفة حيثيات وملابسات الواقعة التي هزت المنطقة بعدما اندلعت شرارات النيران قبل ساعة من الآن لتلتهم كل شيء وتأتي على الأخضر واليابس هنا بالحي الصناعي بمدينة فايز ملول. استنفار أمني كبير على أعلى مستوى تشهده المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فبطبيعة الحال عناصر الوقاية المدنية تأهبت من أجل إخماد النيران الملتهبة، والنيران تأتي على كل شيء وتأتي على عدد كبير من محتويات هذا المعمل الخاص بالبوليستير. كما كتشوفوا معنا على المباشر مجهودات جبارة تبذلها أطقم الوقاية المدنية في هذه اللحظات متابعينا الأوفياء في كل مكان. حريق كبير جدا لكن بنسبة كبيرة لا زالت عناصر الوقاية المدنية تحاول إخماد النيران الملتهبة في هذه اللحظات على مستوى الحي الصناعي بمدينة فايز ملول كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فالنيران صراحة يعني قوية جدا وجعلت المنطقة تغرق في دخان كثيف جدا جراء يعني هذا الحريق المهول كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فلحظوا اللحظة، الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق غير معروفة بتاتا في انتظار التحقيقات ديال عناصر الضابط القضائية تحت إشراف النيابة العامة من أجل معرفة حيثيات وملابسة الواقعة. والحريق الذي التهم عدد كبير من محتويات هذا المصنع الخاص بالبوليستير كما كتشوفوا مختلف الأجهزة الأمنية حاضرة بعين المكان، عناصر الوقاية المدنية، عناصر الأمن، وأيضا القوات المساعدة والسلطات المحلية بمختلف الرتب ديالها تأهبت من أجل إخماد النيران الملتهبة التي لا زالت بطبيعة الحال تلتهم الأخضر واليابس كما يقال على مستوى الحي الصناعي بمدينة فايز ملول. كما كتشوفوا دخان كثيف جدا يلف سماء المنطقة بفعل هذا الحريق الضخم وهذا الحريق الذي لم تشهده المنطقة منذ مدة طويلة. يعني كما كنشوفوا يعني عناصر الوقاية المدنية كتقوم بمجهودات جبارة من أجل إخماد النيران الملتهبة والسيطرة على الألسنة ديال النيران. كما قلت السبب الرئيسي لحدود اللحظة غير معروف بتاتا، هناك عدة فرضيات، هل الأمر يتعلق بتماس كهربائي أم أن الحريق بفعلة فاعل، يعني كلها مجموعة من الفرضيات التي تطرح نفسها بحدة، لكن التحقيقات هي التي ستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى تتبين الحقيقة ويعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذا الحريق اللي خلف خسائر مادية فادحة، خسائر تقدر بالملايين السنتيمات اللي لحقت يعني بهذا المصنع وهذا المعمل الخاص بالبوليستير. كما كتشوفوا معنا عناصر الوقاية المدنية لا زالت تكافح، لا زالت تجاهد، لا زالت تقوم مجهود جبار من أجل السيطرة على هذا النيران الملتهبة. وكما كتشوفوا فأدخنة كثيفة جدا يعني لحدود اللحظة أنتم كتشوفوا يعني على مستوى الحي الصناعي بمدينة فايز ملول يتواجد هذا الحريق اللي شب في أحد المعامل الخاصة كما قلت بالبوليستير. فلحدود اللحظة يعني عناصر الوقاية المدنية كتقوم بمجهود جبار كبير من أجل إخماد النيران كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان. إذا فتحية كبيرة لعناصر الوقاية المدنية الذين هبوا بسرعة فورا اندلاع الشرارة الأولى ديال هذا الحريق الضخم اللي خلف كما قلت خسائر كبيرة جدا على مستوى هذا المعمل وعلى مستوى هذا المصنع المتواجد على مستوى الحي الصناعي بمدينة فايز ملول اللي خلى يعني كما قلت يعني دخان كثيف جدا يعم المنطقة. أنتم تشوفوا يعني الدخان الكثيف اللي كيغطي سماء المنطقة لحدود اللحظة كنشوفوا يعني صراحة يعني واحد مجهود خرافي لحدود اللحظة كتبدلوا عناصر الوقاية المدنية من أجل السيطرة على النيران
الملتهبة اللي خلفت كما قلت كبير جدا يعم المنطقة في هذه اللحظات. فنسأل الله السلامة والعافية، لأن يعني هذا الحريق هو حريق ضخم جدا كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان. فالسبب الرئيسي ديال الحريق غير معروف بتاتا، في انتظار يعني التحقيقات اللي كتبشرها عناصر الشرطة القضائية من أجل معرفة يعني الملابسات والحيثيات ديال هذا الحريق الكبير اللي خلف خسائر فادحة على مستوى المنطقة كما كتشوفوا على المباشر. فكما كتشوفوا بطبيعة الحال يعني الأزمنة متصاعدة. Ah, c'est bon. 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 Ah, c'est b